تقريبا تلاقيت مع سيدنا في الجامع ديال توليين في الفراج ديال جامع توليين نهار 18/8/2013 مع السد العشيه. ومني جا عطى الاشاره للكارد كورات شدوا عليا فوتوكوبي ديال الكارد نمره التليفون. انا طلعت للحسيمه شي نص ساعه وصونوا عليا قال لي احنا من طرف سيدنا الكتابه الخاصه غادي تعطينا واش عطيتي طلب سيدنا هذه الاشياء. قلت له عطيتو شي نص ساعه قال لي غادي نكي السيلو قيد نمره الفاكس فاكسين الطلب عطوني نمره الفاكس هي هذه ها هي نهار 18/8/2013 عطيتو سيفتو الفاكس صونوا عليا قال لي صيفطنا الفاكس دابا صيفطوا ليه صونوا عليا شي صد الخطره 18/8/2013 جات في الحب صيفط ليه الطلب قال لي صافي قلت له دير انا بغيت السكن نعمل يا سيدنا بالسكن. المهم من تما ما توصل بشي حاجه تقريبا نزلت العماله واحد جوج سيمانات نزلت العماله جوج سيمانات تيقول لي حتى صيفطوا لنا الكتابه الخاصه للهبه ديالك ونغوتوا عليه. كنتسنى والو اليوم غدا اليوم غدا مشيت درت شي كيف في 2014 في الداخليه هي المرد ديال الداخليه صيفطوا لي الملف لهنا استقبلوني صمتوا لي الاقوال ديالي ما صيفطوش الاقوال للداخليه رجعت للداخليه قالوا لي غادي لنا تذكير درت تذكير هو درت تذكير صيفطوا لي الرقم الملف ها هو الملف الاول والثاني ها هو التاريخ الاول والثاني عمري ما تستقبلت عليه عمري ما تقدر انا نرجع للداخليه تيقول لي سير لعماره الحسيمه غادي يفكوا معك يعطوك السكن ديالك تنجي لهنا تيقول لي سيدي تنديروا البحث البحث ما وصلناش شي ميساج اليوم غدا لدابا الاوراق عندي الوثيقه ها هما راه جا مال داك يقول لي التاريخ الله يتوب عليك ها هو درت شكايه لوسيط المملكه جاوبني وسيط المملكه هو حط لي الملف عند وزير الداخليه اطار المعالجه احاطه عاود صيفط لي التزكير قال لي ودي ماشي من الاختصاص ديالنا حنا باش نديرو التزكير غادي يجاوبك ولدابا ما عمري تجاوبتها بعماله الحسيمه لدابا ها هما الوثيقه ها هما هذه اللي صيفطت الكتابه الخاصه ها هي انا صيفطت انا 18/8/2013 وهاو صيفطت انا 19/8/2013 مع 59 دقيقه وتوصلوا بها هادو صيفطوا عاوتاني للديوان الملكي ما كان جاوب وتاي توصلوا به تمشي للبريد ريكوموند تاي توصلوا به تيقول لي في البريد راه توصلوا التاريخ الفلاني ها هما الديوان الملكي الكتابه الخاصه لاله مريم كلشي توصلوا به ها هما الوثائق عندي ها كلشي قانوني ها هما ها هما تابع راه دابا 10 سنين وانا مهضوم 10 سنين هذا هي واحد من الحالات في الحسيمه ما راه كاينين حالات بزاف دابا تنستنى هذا الفيديو بغيت يوصل سيدنا يعرف بين انا السكن اللي نعمل يا بيراني ما توصلت به جميل مفتشيه العامه مشيت لعندهم وسيط الملكه حتى المفتشيه العامه حتى عنده الملف ديالي عطاوني هذا الرقم هو قال لي صيفطنا لعماله الحسيمه يفكوا معك مازال ما فكوا معايا ها هو ما خليت الرقم ديال الملف في الداخليه ملحقه في حي الرياض الرقم ديال الملف هو هذا عطاوها ليا الديوان ديال الداخليه قال لك صيفطنا تزكير صيفطوا تزكير ابا صيفط تزكير ها هو قانوني وتوصلوا به الجواب ما كاين انا صيفط لي وسيط الملكه لبرا الحسيمه ها هي ها الورقه اللي صيفط لي ها هي ها هي يطال معالجه ها هو الوثيق كامل ها كلشي ها الملف على قدو عمو الجواب ما وصلني الجواب ها كلشي قانوني ها دابا الله يجزيك بخير انا بغيت هذا الفيديو يوصل لسيدنا بين السكن اللي نعمل عليا بيه راه ما توصلت به انا راهي واحد حاله من الحالات ما راه كاينين حالات في الحسيمه اللي بكم انا عندي وليدات خدام بوفري راني عندي الوليدات كاريب 120 الف فرانك دابا السكن هذا نعمل عليا بالسكن راني ما توصلت به ها انتم ها كلشي قانوني ها هما كلشي قانوني كلشي متوصلين به ها هما المفتشيه العامه الرقم اللي عطوني انا جاي من ذاك الرقم ديال المفتشيه العامه ماشي هذا ها هو اللي عطوني هنا هذاك ديال الملحقه هذا عاوتاني هذا الرقم عطاو لي صاحب القصر هذا ديال الديوان الملكي صيفط صيفطنا التذكير على طريق البريد ها هو الوثائق عندي موجودين كل شيء موجود
وراه عمري ما تسقى من نبت الحسيمه. عاوتاني ها هو ها انت هادي داير لقاء مع سيد العامل على هاد القضيه عمري ما تستقبلتها. هما قانوني هما هي في بيرو دور ماشي جله الاولى. هاهي هاد الثانيه هاهي سيد العامل هاهي عمري ما تستقبلت. هاد الثالثه هاهي عمري شي جواب ما جالي. دابا المفتش العام قال لك غادي يفكوا معك عماره الحسيمه ما فكوش معايا. وسيط الملكه صيفط لي قال لي راه حنا حاط الوزير الداخليه يطال معالجه راه غادي يجاوبوك. راه ما عمر شي جاوب جاني. ها هي اللي صيفط لي وسيط الملكه ها هي اللي حاط عند وزير الداخليه عمر جاوب ما جاني. المفتشيه العامه عطاو لي الرقم تاهما ديالهم قال لي راه غادي يجاوبوك. ها هو الجواب ما كاينش عمري ما تسقبلت في هذا الملف. غادي راه سيدنا العمليه بالسكن والكتابه الخاصه تيصونوا لي استاذ الخطرات قال لك نهار 18/8/2013 مع نهار جات في الحد. ها الرقم ديال المفتشيه العامه ها هو عمري ما تستقبلت. الله يجزيك بخير. انا بغيت هذا الفيديو هذا يوصل سيدنا باش يعرف بين هو تيعطينا الهيبات وحنا ما تنتوصلوا بوالو. هادشي اللي كاين قانوني ولا هذا الملف راني ما نتنازل عليه. نهار جي سيدنا بغيت شنو نعطي ليه بيديا. انا راه عندي وليدات راني ما بغيت نصور في الدار راني كاري دابا كاري في واحد. والمهم هادشي اللي كاين اي والله يجزيكم بخير. بغيت هذا الفيديو هذا يوصل سيدنا الله يجزيكم بخير باش الراي العام حتى هو يقول الكلمه ديالو. اش يوصل الراي العام يعرف اش واقع في المغرب. الهيبه راه ما تنتوصلوش بها. الله يجزيكم بخير. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل باخر الاخبار.